غريمه الجيش الملكي بفارق 4 نقاط، وبمباراة مؤجلة للأخضر عن الجولة الخامسة أمام النادي المكناسي، قالت مكوناته إنه استعد بما يكفي للنهائي، خصوصا بعد عودة لاعبيه أمين الرباطي ورشيد سليماني، فكل التشكيل حاضر بعنفوانه المعهود. إن الحماس الذي ينسحب على المناخ العام للرجاء هو يظهر أكثر على مستوى اللاعبين. أنت تعرف على أن اللاعب يحاول أن يسجل في سيرته الذاتية في العنوان الأول كم من نهاية لكأس العرش خاضها، وتأتي بعد ذلك لا البطولة ولا غيرها ولا غيرها، ففي القمة كم من مقابلة خاضها في نهاية كأس العرش، وبالتالي فهذا الحماس هو تلقائي وهذا الاستعداد هو مضاعف بالنسبة لجميع اللاعبين. الجيش الملكي الزعيم الجديد للدوري يمر بفترة منتعشة بالاستقرار الفني والأداء الجيد، حضر بأبواب مغلقة لعقد موعد آخر مع التاريخ. بطاقة الجيش في مباراته الحالمة تسجل غياب مدافع يونس بن الأخضر، والربان يصرح بأن الوضع بخير ويعد خيرا. هناك ثقة، ولكن ثقة موزونة، ثقة معقلنة، وأظن بأنه سنعرف كذلك فرق خصم الإمكانيات ديالو، وأظن بأنه كتحدث لنا رغبة كبيرة وطموح كبير إن شاء الله باش يعني الظفر بهذا اللقب إن شاء الله. مركب الأمير عبد الله سيشهد وقائع الطبعة 55 من كأس العرش المغربية، نهائي سيعيد المواجهة البيضاوية الرباطية إلى الحديد مرة أخرى، مواجهة كلاسيكية لا شك أنها ستجد بجديدها. الرباط على موعد مع عرس الكأس، لقاء بعطر الجوار وأمس الحوار، وقمة بين ناديين في وضعية فنية جيدة يطمعان في بصمة أخرى لتألق آخر. الأخضر موالي الجزيرة الرياضية، الرباط.